السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بطلع الزكاة المال بتاعتي بنصاب الفضة، وعندي ذهب مختلف، يعني في عيار 18 وعيار 21، وعندي فضة. أطلع دلوقتي المفروض إن أنا آخد الذهب عند مثلا السائق إن هو أنت عندك كم كيلو ذهب؟ عندك كم جرام ذهب؟ لا، كل ما يبلغش النصاب بنصاب الذهب كله لا يبلغ النصاب، سواء المال او الذهب او الفضه، لكن انا بطلع كل مجتمع لا يبلغ النصاب. نعم يا شيخي، كل لا يبلغ النصاب. كل نعم كل لا يبلغ النصاب. ايه كل لا يبلغ النصاب. كل لا يبلغ النصاب. هل أنا ليس عليك شيء، وما تفعلينه فضل منك. السلام عليكم. بارك الله فيك. وفيك. عليك.